ماكو لا مسمى جديد للرئيس الذي سنفتح النظام الداخلي من أجله ولا الوزارة التي سيعطوها للسيد الحلبوسي. هذا خرق الاتفاق وخرق الاتفاق. متنا سامرائي وخميس الخنزر ما حفظ الألقاب تعبر عليهم هاي السالفة. لا مهمة توافقه. لا هذا البيان عمي ماكو فتح باب ترشيح، احنا داعمين المشهدان. روح عقد جلسة. شنو هذا؟ ايه شو ما دعم المشهداني الاول. انتم مو ذبحتوا ارواحكم، إيه؟ انتم تقدم حتى تمشون المشهداني. لا, 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 لا مو احنا انت تعال ما عبرت على ما يصير ما عبرت على السياده والتقدم. انت ليش تقول اوكي انا رايح؟ ما عبرت لان هم اولا ما عبرت عليهم وابو قضيه ثانيه هم عبرت عليهم ولا يعني شنو احنا ما يعبر علينا قش قلب تفضل لا سياسيات الناس احنا ناس خلينا نقول كذا احنا مشكله الاخوه مشكلتكم مع الاسف الشديد وانا ما احب هاي العباره كم ما احبها انه تريدون تصدرون المشكله اللي انتم سببها لنا مع انه احنا مو يم الموضوع احنا ناس قاعد احنا ما تنصيح لكم تعالوا عم سووا انتخابات ما تقبلون تعالوا سووا لكم رئيس اتفقوا تعالوا ما تتفقوا انا اريد شغله أي. اريد شغله من عندك الان سياده و عزم قالوا احنا داعمين المشدان انتم دوله القانون وتقدم دعمون المشدان ليش تعقدوا جلسه هذا بخلاف الاتفاق الذي تم الاتفاق عليه احنا اليوم البيت السني مهم جدا انا ما اقعد هسه اضيع لفد 40 45 مقعد واغيبه واظل انا محاصره تامه من كتل اخرى بعدم عقد جلسه انت تخيل انه اليوم اكو فد 40 نائب ما موجودين يصير خلل بالنصاب في اي لحظه من اللحظات وعندنا قوانين مهمه تحتاج الى نصاب كبير فلذلك هذا الامر 40 بس خلفت التقدم تقدم يقول لك داعم المشهداني يعني وعزم وحسم وسياد داعم المشهداني خلاص احنا وسياد جلسه هاي تدللوا ايه يلا بس ها ايه بس لازم سالم ينسحب لا اسمح لي احنا اليوم اذا نريد نشتغل شغل صحيح وفقا لمعطيات ومخرجات النتيجة يجب أن نكون هذا المرشح الذي نرشحه بالفعل أكو اتفاق عليه ملتزمين مو أنا تجيني ببرقة وبحقيقة الأمر أنت في نيتك نية أخرى الأخوة كلهم أصدقاء يا أستاذ أحمد لا تحرجني لا تحرجني النواب عندهم حق اسمح لي خوفكم من فوز سالم العيساوي هو السبب أي والرجل سالم العيساوي ما راح ينسحب للنهايه وانت تعتقد بانه تقدم يتفقون معنا اتفاق كامل ويذهبون بهذا البيان وسالم العيساوي موجود ومنافس للحلبوسي للمشهدان اذا ماكو جلسه يا استاذ محمد ماكو جلسه انت تقول يعني هسه تقدر تضمن التقدم وهيك شيء تتفقون معنا بهذا الاتجاه تقدم ما يتون ما يقولون الا ينسحب سالم هم هيك موقفهم هذا اذا فالعقده هنا ما ينسحب سالم ما يسحب سالم شو يسوي؟ ماكو جلسة شو يسوي؟ هسه هو استاذ عقيل يقول احنا مو طرف احنا ما لنا علاقة بالمرة. لا احنا مو شو ما لنا علاقة احنا بالعكس احنا قاعد نماطل ونجيبكم ونقعدكم انتم منتهين بمصايبكم انتم منتهين بمصايبكم انتم مصايبهم احسن شوف سالم ها يصير اوكي ما يخالف والله هذا راح انقله نقل سياسي عن جنابك ولو انا مع جل تقدير واحترامي ما اعرف الان موقعك بالمكون السني انا سياسي مستقل لكن هاي وجهه النظر اللي هي اللي انا اعتبرها هي ظلم للاطار التنسيقي اللي هي شنو